نشهد وقفه احتجاجيه من طرف موظفي ديال الجماعه ونحن كمستشارين داخل المقاطعات وداخل مجلس المدينه اعلن عن التضامن ديالنا مع الموظفين اللي كيتعرضوا لبعض المضايقات واللي يعني كيشتغلوا داخل ظروف ماشي صحيه. اليوم التضامن ديالنا بغينا نعطوا صوره حقيقيه للموظف ديالنا، الموظفين كيشتغلوا وهذاك التصريحات ديال الاشباح وحاول تبخس بهم هذاك الشيء غير صحيح، وحنا غادي نصلحوه ان شاء الله من خلال الطلب ديال عقد الدوره الاستثنائيه اللي غادي نحطوه دابا ان شاء الله. فيه نقاط مهمه، فيه رباب باركينغ، مشكله رباب باركينغ اللي الجميع عرفها، فيه بعض الاختلال ديال النظام الداخلي اللي غادي نصلحوها، فيه النقاش ديال الوضعيه ديال الموظفين اللي حنا بغينا يعني نحسنوا الظروف ديالهم وبغينا نعطوهم الشخصيه ديالهم واحترام ديالهم. فيها كذلك واحد الملف ثاني مهم اللي الرخص الاقتصاديه والاجتماعيه اللي فيه بعض الملاحظات اللي يعني في العمق، وكاين بعض الاختلالات الاخرى اللي ان شاء الله غادي نطلبوا دورات استثنائيه. اليوم المهم كاين اغلبيه مطلقه داخل المجلس غادي في واحد الاتجاه ان شاء الله، هو اعاده السكه، اعاده القطار ديال المجلس الى السكه الطبيعيه ديالو، الى تصحيح المسار ديالو ان شاء الله. وهذه الخطوه اليوم ان شاء الله هي اللي غادي نبداو بها ان شاء الله. اليوم اللي وقع هو كانت وقفه احتجاجيه ديال المواطنين واللي تزامن مع الوقوف ديالنا حنا والحضور ديالنا كذلك لوضع واحد الرساله للسيدة الرئيسة كنطالبوا من خلالها عقد دورة استثنائية اللي فيها واحد مجموعة ديال النقاط، اللي منها تعديل النظام الداخلي، من ضمنها التصريح ديال الموظفين الأشباح اللي كانت شارت ليه الرئيسة، كان تصريح كذلك ديال تسوية واحد المجموعة ديال المحلات التجارية، بغينا فين وصل نسمعوا فين وصل هذا الملف ديالو. هذه مجموعة ديال النقاط اللي اليوم حاطينهم على أساس أن نتمناو أن الرئيسة تحضرجهم في الدورة ديال في هذه الدورة الاستثنائية اللي الأجل ديالها عندها اليوم واحد 15 يوم. اليوم كنا هنا مستشارين ديال مجلس جماعه الرباط، اليوم جايين غادي نديروا وقفه حدا البيرو ديال السيده العمده، لهذا غتفضلوا معنا كلكم لداخل، كل شيء غادي يدخل لداخل. الهدف منه ما كانش اقتحام كثر ما كان الهدف ديالنا اننا نوصلوا الرساله للسيده الرئيسه ديال الدوره. هذا هو اللي وقع، تنتفاجئوا بان كان الباب مرصد في حقنا وكان دارت واحد جوج ديال الاخوه اللي منعونا من الدخول، هو اللي خلانا اننا يوقع هذا الشنآن في الباب. واليوم احنا اليوم الحمد لله ما كاين لا مداهمه للمكتب ديالها لا حتى شي حاجه، احنا واقفين وكنعبروا على الاراء ديالنا بكل حريه. هذا هو اللي كاين، هي اللي خصها تفهم اليوم من خلال الوقفه ديال الموظفين ومن خلالنا احنا ان الرساله انها انتهت، ان المهمه ديالها داخل راس هذه الجماعه بانها انتهت. كنتمنى انها تنسحب في هدوء لان الوضع راه ما بقاش يستحمل، وكذلك كنطلبوا من الجهات المختصه انها تفعل القانون، خاصه المساله اللي تصرفت بها دون الرجوع للمجلس، وهي ديال المساهمه ديال مريال السنتيم لفائده زلزال الحوز دون الرجوع للمجلس، دون مقررات ديال الدوره سواء دوره عاديه او دوره استثنائيه. يوضعوا نسخه مكتب الضبط وجاو يسلموا للسيده الرئيسه النسخه الثانيه، لكن منعوا من الدخول، وهذا ما يدل على ان العمده غير مؤهله لقياده هذا المجلس وتتصرف بشكل متهور وطائش، ولا يمكننا الارتهان بهذه السياسه المعيقه والمعاقه. احنا كنحاولوا على اننا نفكوا العزله على مدينه الرباط، كيف ما كتعيشوا
كما كتشوفوا جميع الموظفين كيعيشوا واحد التدمر من السيدة الرئيسة ومن الممارسات اللي كدير عليهم، المستشارين كذلك ومثال. اليوم حنا هذا ميساج كنصيفطوه للجهات المعنية بأن الموظفين ديال مدينة الرباط ما بقاوش قابلين ديال الجماعة، ما بقاوش قابلين هذا الرئيسة، المنتخبين ما بقاوش قابلين هذا الرئيسة. للأسف الشديد اليوم حنا كنا من الناس اللي ساهمنا بنجبناها، ولكن ما كناش كنعرفوا على أن هذه السيدة غتخرج لينا هكا. اليوم حنا كما قلت لكم هذه رسائل كنصيفطوها لمن يهمه الأمر، لأن اليوم هذا اللي البيت ربي يحميه، هذه العاصمة ديال المملكة، هذه عاصمة سيدنا الله ينصرو، ما يمكنش يبقى في هذه العبات يستمر اللي كديرها السيدة الرئيسة، وشكرا.